خلصونا بقى. اهلا بونجور بونجور مدام، اهلا وسهلا. سوري عطشتك عن لا لا معلش يا عم ظبط، بس تعرفي انت قبل مبين انه حضرتك مسؤول هون بالمطعم. نعم نعم. شو بقدر فيك؟ انا مشان راس السنه حاجزين عندكم طاوله. يا اهلا وسهلا. بقى جاي مشان تشوف اول شيء باسم مين؟ ايه السلولار برين؟ ايه تفضلي ولو. بس عيب مشان حضرتك. لا لا اذا مشان ما بأسي تفضلي ولو. لا ما لي عين بلا. مدام مدام حكيم ما عليه. ما تفضلي ولو. انا لو ما ضروري وشي كثير مصيري يعني عن جد ما برد، بس فيها حياته موت الشغله. خذ راحتك. ايش النوتة؟ ايه حبيبتي ايش؟ سوري حبيبتي شريج، يعني انا تلفت، انا تلفت لك امبارح الساعة 3 بعد نص ليل. وعائلتك انت نايمة؟ لك معنا دغري، خليت 10 دقائق وسكرت دغري بسرعة، قلت إذا واعية بترجع بتدقيلي، وإذا نايمة ما بكون وعائلتي. 16 دقائق، إيه. لك لا بدي أخبرك، لك نسيت. نسيت، نسيت امبارح رحنا أنا ونبيه حتى نعيد نهار. شو تذكرتك يا جنات وشو تضحكت وشو تذكرتك وشو تضحكت؟ احذري إيه على المغلى. عالمغلي يا الله، هي جاي تضيفني مغلي. قلت انا وعينك يا جنيك جنيك، شو بدي خبري؟ اول شيء ريحته هون شو بدي اقول يعني، ما فيك زنخه ما بعرف شو، وجايبت لي حفستها ولوزه و شو بحطوا بالمغلي، فستق ولا جوز؟ جوز جوز ده تحبوه. قلت له وين القلوبات؟ قال لي بالبراد. قلت له شو عم تهبلي علي؟ وين القلوبات بكاستي؟ المشاريع هو بزيادة، احنا بنحط قلوبات لزينة بس. قلت له لا حبيبتي فشلت، اسمعيني منيح، مش لزينة القلوبات، القلوبات بأساس المغلي، وكل ملعقة مغلي لازم يكون فيها أربع خمس حبوب، مزبوط ولا لا؟ خوتك جنيت تبعت المغليات بوجهة. قلت له تعالى عندي شوفي بيت الشراع المغلي كيف. حتى القلوبات حطهم لزوق بعض وتركها هونيك للطاولة مطرح ما هي، مطرح ما قلت لك هديك الساعة تركها. ما بتعرف تعملها، فوت على المطبخ من شغلك يا خيي، ما تخليني هلا عصب، معنا ناس ما بدي هلا اروح لعندك، انا بعملها تركها من ايدك، تركها فوت انت وياها لجوا، مش رح تعرفوا تشغلوها. نبيل الصحة حس حاله بلا ذوق، هالقد بدك هالقد بدك. نبيل الصحة حس حاله بلا ذوق كثير كثير بلا ذوق. نبيل ما هيك؟ بحكيكي جنات بحكيكي يا حبيبي، شو ما في ذوق؟ شو الخلق الذوق ولا بيتعلموا الإنسان؟ ما مقبول عم تحكي، وفي موضوع لو منه مهم ولو منه مصيري أنا ما برضى حضرتك قد الحمار واقف وأنا مقشط لك الحديث، بس في شيء مصيري. ما تزعل من حقك عليه، بس أنا هدول اثنين مش عم يفهموا علي. بس ما شايف يا سوري يا عمي ما توخزينا يا مدام، تكرم عينك، شو بدك نعمل تكرم عينك؟ سكرت هلا. لا لا كنت كلمت بعد ما هو لأنه هلا دعمي إيه حاصله. هلا خلص خلصنا انت وياه خلص. نعم تفضل. ايه مدام فوت على اوضتك كمل درسك مدام. بمزح ايه بس انه ليه صعب حاصله، نحن مش راس السنه نعم. جايين سهرانين عندكم، بس بدي اسالك تطمن بالي الشخص بعد ايه؟ الشخص ب 60 دولار مدام، معروف نحن عندنا هذا السعر. لحظه لحظه وقف هون بس خلص. شو 60 دولار مدام؟ صدقيني لا حبيبي معقول 60 دولار مدام؟ لانه نحن وضعنا هالسنه عندنا بروجرام وفي نازلين نازلين اكل كثير وكذا، 60 دولار ما قدرنا نعملها اقل يا أنا حبيبي. فكرت اعملها 50 بس. انت ما عم تفهم علي شو قصدي يا استاذ. نعم. انا من 3 4 سنين سهراني بهذا المحل زيته انا وجوزي. نعم. حاطين 300 دولار على الشخص يعني 600 دولار على الكوب. فاهم شو عم بقول لك؟ كيف بدك تسكرني سهرني ب 60 دولار انا على راس السنه وسنه ال 2000؟ شو مبين علي بهلي؟ لا لا مدام انا فادي الشريعه. نعم. ملكة الحي بدي اسهر ب 60 دولار على السنة 2000؟ ما تبلش انبسط وحس حالي اني سهراني، بدي تكل 200 300 دولار تبلش تبلش، كيف بدك تسهرني ب 60 دولار؟ ما في صيت وسمعت بالدق؟ بلا مضبوط. ايه وقت صرنا عندك ب 600 كل الحي حكي عنا للسهرة انه بيت الشراء حطوا 600 دولار على السنة، شو مفكرني هيك بهلي يعني؟ لا يا مدام مش هيك، إذا قال ايام 600 عم تحكينا إيه؟ فيها بس هالسنة ما انه كيف يعني شو شو بتفضل انت كيف؟ لا بتظبط لي اياها بتغلي شوي شوف شو بدك تعمل. انه قد ايه مثلا مدام؟ ما بعرف بس اغلى بدك تسيرني. 300 مثلا؟ ولو يا استاذ ما نحن زبونات عندك، بليز ظبطها شوي بعد. 350 يا عمي في سمعت بدك 400 دولار 400 يا عمي 375 بتكون انت مبسوط وانا مبسوط. اوكي 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 تكرمين. ايه اكيد تكرمين، بس بتحط لي ورقه لان انت عامل 60 دولار على الشخص، بتحط ورقه انه فاد الشريعه استثنائيا 375 عليا هي جوزها بتحط طبعا. تكرم عيني ما بتكون الا مبسوطه مدام. اهلا وسهلا. وين الطاوله؟ طاولتك هيدي مدام يا حي على البيست، ست كراسي هيدي الطاوله. نعم وعلى البيست قعدتها كثير حلوه. لحظه 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 وين البيست؟
البيست هذا البيست مطرح ما واقفين احنا هذا البيست هاي البيست وهي الطاولة وهي بتسميها على البيست نعم هاي هاي لا يا انا بين السطح يا ما حدتك عم تستجذبني يا مدام حبيبي في مينيموم متر وعشرة سنتي بينه وبين البيست ايه بس تعتبر هاي يا حبيبي ها فاش اختي بعرفها 73 سنتي فاش او ربع متر وعشرة بينه وبين البيست شو انا باين علي بهلي بدي اياها وين على البيست ليه بتكذبوا على البنات مع التليفون قلت لي على البيست حط لي اياها على البيست بنص البيست بدي اياها بنص البيست شو يعني على البيست ولا بتستعملوا جمال ما بتتحملوا مسؤوليتها على البيست بس يا مدام وين بدي ما بنسهر في شخص بده يغني ما بس هيغني في ناس بده يغني ما عندي مشكله انا كلمه كلمه قلت على البيس حط على البيس يعني في ناس بده يرقصوا وواحد بده يغني يا مدام يلا يرقصوا على الطريق يدبروا حالهم تكرم عينك ما بيكون الا على خاطرك ما بتطلع الا مبسوطه بس مدام مشينا اياها بشي طريقه اعملي معروف بس خليها تمضى هالسنه على خير هيدي الطاوله كثير حلوه على البيس ما بقبل على البيس هون يا عمي هون كثير حلو بكره بفتح لك قنين شامبانيا ومنسيرك قد ما فينا شو تفتح لي تفتح ليه بتعرف لمين بيفتح عينين شاطة ليك حبيبي مدام مدام شو بدك تفتح لي عينين شاطة ما تفكرني بهول الفلان اللي فتحوا له العينين لحظة لعلك لو كنت يا مدام حتيا. انا ما اصبر يا مدام ما كان قصدي هيك ولا انا قصدي اركع امزح ما تركع يا مدام انا قصدي انه هون الطاولة بدنا نسيرك طاولة على البيس على البيس تكرم